من جنوب العراق لشمال العراق. حياكم وعافية النشام. هلا بسنا زيتوني. هلا بيكم. هلا بيكم. هلا بيكم. هلا بيكم. شوفهم بالاخير كلها منطقه موجوده. يعني باع اول واحد من البدايه يم الشقه؟ لا من المعامل على السايدين. اي. يعني لحد البحر يعني على جوز من المستاجرين. من يمن من يمن نشميه استاذ. خلي في بالك منطقه بعد لا زالت من مدى مالها ولا بالضبط. زين هسه القطاعات راح تتقدم بعد الامام. يدخلكم الجهد البلدي اللي غادي يدخل عليكم. انتم شوي انطوقت. بس افتحوا مكتبنا يلا يبارك. ضروري هاي الشغله هاي. يعني هاي تعبون ضروري يعني تجيب دوائر خدميه. عندنا عندنا الهويات، عندنا عقود الزواج، هذه كلها تحتاج الى يعني. السلام عليكم. ان شاء الله. شلون اخباركم؟ من عاد صورنا السابق؟ الله يديم عليكم ان شاء الله الاستقرار يا رب. يا الله الف هلا بك. يا وزي وشبه شكرا ألف ألفين وجمع الساعة بس صغيرة كل واحد يتلف ألف والله احنا كنا لم حتى هذا الوقت ما شاء الله من شهر السابع 13 إلى الخامس 14 استمر يعني 11 قصدنا على دافعا ومسجل كلها ثبت هي من تصير المراجعات من عضو مجلس محافظة طرابلس محافظة نينوى لزيارته في موسم الجديد وتفقده على أوضاع الناس العائشة. والآن هو جاي يطلع بنفسه على موضوع الماء وموضوع الغاز والمولدات. نطلب من السيد العضو محافظ نينوى تزويد المولدات بالغاز والمي. طالب دائرة الماء والمجاري بالماء لإصلاح الماء المجاري المتضررة والإزراع. الحمد لله الحياة بدأت تعود تدريجيا في منطقة موسى الجديدة، وذلك بفضل الأمن والقوات الأمن والمحلات بدأت تعود إلى عمل، وبدأ الحركة الاقتصادية تنتعش، وبدأ الناس تبدأ بالتبضع الآن حاليا، والحمد لله رجعت الحياة بفضل الأمن العاد الحياة الجديدة. إحنا من منطقة موسى الجديدة الحياة الطبيعية إن شاء الله، بس نطالب بالماء والكهرب. يعني الماء ماكو، العالم تعاني بس من الماء، بس من الماء نعاني. زمان حياة رجعت طبيعية، لا حياة مصروم كله.